السلام عليكم ورحمة الله، أنا سلمى صديق وسعيدة جدا أرحب بكم في افتتاح دورتنا التدريبية الثقة بالنفس الفورية. الحقيقة متحمسة جدا لأنه نبدأ أول دوراتنا الأونلاين في عام 2019، وبفضل الله افتتحنا دوراتنا بدورة الثقة بالنفس. حصل كثير جدا اتكلمت معاكم عن مهارات مهمة جدا للنجاح، اعتبرناها المهارات الذهبية أو المهارات الأساسية الداعمة للنجاح. لكن أهم مهارة في ديل كلهم اللي هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس أهم مهارة مفروض الإنسان يعززها في نفسه أو ينميها في داخله، لأنها هي المعبر لمهاراتك الأخرى، إنها تظهر للعيان وتجني ثمارة. الإنسان مهما تمتع من مهارات ومقدرات شخصية، مقدرات مميزة، ممكن يحول بينه وبين تجلي منفعته في حياته اهتزاز الثقة بالنفس. في البداية هتلاحظوا أني أنا كل ما أتكلم عن الثقة بالنفس بتكلم عن اهتزاز الثقة بالنفس أو تعزيز الثقة بالنفس. ليه ما بستخدم ضعف الثقة بالنفس أو غياب الثقة بالنفس أو خلق الثقة بالنفس؟ لسبب واحد، أنا عندي قناعة عميقة جدا إنه الإنسان بيتولد أصلا واثق من نفسه، فالثقة في النفس هي أصلا موجودة، بتحصل حاجات تضع عليها بعض الغبار أو تسبب في اهتزاز ثقة الإنسان بنفسه نتيجة التربية أو نتيجة ظروف مر بها الإنسان تجعل ثقته بنفسه مهتزة. فنحن بنعزز الثقة في النفس الأصلا موجودة، ونتمكن من إدراك الأسباب والمعتقدات الخاطئة التي تسببت في وقت ما في اهتزاز ثقتنا بأنفسنا. فإحنا عاوزين نستعيد الثقة أو ندعم الثقة اللي هي أصلا موجودة. الدورة التدريبية أفتكر كلكم عرفتم من لحظة التسجيل إنه مدتها أسبوع، وإن الدورة دي هي دورة لاكتساب مهارة فورية. يعني هدفنا اللي صممنا على أساس الدورة التدريبية دي إنه التغيير يكون فوري، فبحثنا في المراجع والكتب وتجاربي الشخصية عن الأدوات والتمارين، طرق القصص حتى الححكي عليكم كلها بتصب في الحاجات اللي بتجيب نتيجة فورية لكن أثرها بيستمر بإذن الله لفترة طويلة أو مدى الحياة. فحنتعلم حاجات بتجيب نتيجة سريعة عشان الإنسان ينتقل إلى مستوى النجاح، وبعد كده يكون في سيل من النجاحات المتلاحقة. ولأنه نحن في عصر السرعة وما عاوزين نقضي عمرنا كله بنبحث عن مهارة واحدة، عاوزين نكتسبها بسرعة عشان تتجلى لنا فرص تانية لأن احنا نظهر مهاراتنا الأخرى أو ندعم مهارات أخرى. فالدورة التدريبية هدفها إنه يكون النتيجة فورية ومستمرة. عشان كده كل الأدوات والتمارين والتوجيهات مبنية على النتيجة الفورية، ومبنية برضو على النتيجة المستمرة ذات الأثر طويل المدى. محاور الدورة هتكون 7 محاور. المحور الأول الثقة بالنفس وأهميتها ودور الحوار الداخلي في تعزيزه أو اهتزازه. يعني هنتكلم عن الثقة بالنفس بكل تفاصيله وتعريفاته وعن أهمية الثقة بالنفس. بعد ذلك هنتكلم في الجزئية دي عن الحوار الداخلي في داخل الإنسان وكيف بيأثر على تعزيز الثقة بالنفس واهتزازه. المحور الثاني اللي هنتكلم عنه هو الثقة بالنفس ودور التربية في الصغر وتصحيح المسار. كيف نصحح المسار إذا كان التربية حصل فيها خطأ أو مشاكل أدت لاهتزاز الثقة بالنفس؟ فده كده حيكون المحور الثاني. طيب المحور الثالث هو الثقة بالنفس
ما بين التردد والكبرياء، الثقة بالنفس ما بين التردد والكبرياء. الثقة بالنفس دور شنو أو موقفه كيف لما يكون الإنسان متردد؟ علاقة الثقة بالنفس بليه؟ اهتزاز للثقة بالنفس وعلاقته بالتردد، أو قوة الثقة بالنفس، هل الإنسان ما بيكون متردد؟ دي حنشرحها في لما نيجي وقتها، وحنتكلم برضو عن علاقة الثقة بالنفس والكبرياء، هل هما مترادفين أو متلازمين أو كل واحد فيهم مختلف من التاني وما بيتلاقوا مع بعض. المحور الثالث حيكون الثقة بالنفس ولغة الجسد وكذلك خط اليد. هنا حنتكلم في الحتة دي على المظهر الخارجي للثقة بالنفس، كيف بتأثر في لغة الجسد بتاعت الإنسان. حنحلل لغة جسد الإنسان الواثق من نفسه، كذلك خط اليد كيف بيحكي الثقة بالنفس، أو كيف الناس بيقروا من خلال خطنا مستوى ثقتنا بأنفسنا أو اهتزاز الثقة بالنفس، وكيف نحن نستفيد من الحاجات دي بأنها تدعم ثقتنا بنفسنا وتظهرنا بمظهر الإنسان الواثق من نفسه. المحور الخامس حيكون تمارين وتدريبات لتعزيز الثقة بالنفس. طبعا التمارين والتدريبات حتكون موزعة يعني على طول الدورة، كل يوم حينتهي بتمرين أو واجب منزلي، فالتمارين أداءها بيكون مهم جدا جدا، لأنها هي اللي بتستبدل البرمجات العقلية القديمة اللي احنا راغبين نغيرها أو نستبدلها ببرمجات عقلية جديدة وداعمة لثقتنا بأنفسنا. فالتمارين والتدريبات مهمة جدا، مهم إنكم تعملوها وتهتموا بها وتطبقوها حسب ما هو موصى به في الدورة. المحور السادس، وده أظنه من أهم المحاور، اللي هو دور الثقة بالنفس في النجاح المالي والازدهار. كيف إن الثقة بالنفس بتؤثر سلبا أو إيجابا على وضع الإنسان المالي أو على الازدهار في حياة الإنسان، الازدهار من الفرص المتاحة والحظوظ، أو حتى إنه الإنسان الترقي الوظيفي والتعليمي وكذا. كيف إنه دور الثقة بالنفس بتلعب دور، وكيف إنه نتيجتها ممكن تظهر سريع جدا على الدخل، على التعليم، على إنه الإنسان بتتجلى الفائدة المرجوة من المهارات الموجودة في داخله، كان يحول بينه وبين ازدهاره في حياته اهتزاز الثقة بالنفس. أخيرا حنطبق تطبيق عميق، حنطبق الثقة بالنفس عند مواجهة الجمهور أو عند التقديم والإلقاء. يعني حنتكلم أو حندي تدريبات فيها تطبيق عملي لكل اللي تعلمناه في الدورة على حاجة واحدة بس، اللي هي المواجهة الجمهور والتقديم، وهي مهارة من أهم المهارات بنحتاج لها في بيئة العمل وفي بيئة التعليم. يعني مثلا مثال للحصر، بيحتاج لها الطلاب في تقديم بحوث التخرج أو في السيمينارات، بيحتاج لها الموظف لما يجي يقدم التقرير بتاعه في الاجتماعات الدورية، سكات الأسبوعية أو الشهرية أو كده. المادة العلمية حتكون على شكل تسجيلات صوتية وفيديو، حيكون برضو في شرائح تعليمية، بالإضافة إلى التمارين، واللي أنا برجوكم جدا إنكم تهتموا بالتمارين وتقوموا بها أثناء الدورة التدريبية عشان نحقق النتائج المرجوة. شكرا جزيلا لاستماعكم، وأتمنى لكم متابعة طيبة والحصول على النتيجة المرجوة. شكرا جزيلا.